السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير كنتمنى من الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في هذا الفيديو، هذا جديد ديال اليوم، ودائما في معلومة جديدة. واحد الخطأ كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس حيت مساكين ما عارفينش، أو هذا الخطأ هذا نحيدوا كلمة خطأ نرجعوه كيطيحوا في النصب والاحتيال في بعض يعني المحلات ديال الميكانيكيين، او بعض الناس كيكونوا ميكانيكيين فهايميه اللي ما كيبغيوش يجبدوا المشكل، كيهمهم غير يجيبوا النهار ديالهم ماشي بالحلال على ظهر شي انسان مسكين كيكون جاهل ما عارفش. البلان شنو هو اللي كيوقع الاخوان وكيوقع عند بزاف ديال الناس، ودائما هذا السؤال هذا كيتطرح عليا، ووقع هذا المشكل هذا الناس كنعرفوهم واصدقاء ديالنا والى اخره. هو كيقول لك السيارة أو المحرك ديال السيارة عندي ناضي، ما فيه حتى شي مشكل، عندي البوجيات مزيانين، سواء سيارة ديزل بنزين البوجيات ديالها مزيانين، أو سيارة ديال الديزل البوجيات ديال السخانة ديالها مزيانين، الفلتر ديال الريح يلا كيبدلته نقي، الحساس ديال الهواء مزيان نقي، هذاك السنسور ديال الأكسجين او الحساس ديال الاكسجين حتى هو عندي مزيان، الكاتاليزور عندي ماشي مخنوق مزيان، المحرك عندي صحه سلام ما فيه حتى شي مشكل، والسياره ديالي كتعاني من الاستهلاك ديال البنزين او من الاستهلاك ديال الوقود. ما خليت ما درت لهاد السياره هذه، مشيت عند هاد الميكانيك قال لي بدل لي زانجيكتور، بدلت لي زانجيكتور، ركبت لي زانجيكتور جداد، بقى عندي نفس المشكل. مشيت عند ميكانيكي اخر قال لي بدل الفلتر ديال الريح، بدلت الفلتر ديال الريح، نفس المشكل، السياره باقي عندي كتستهلك الوقود سواء ديزل او بنزين. مشيت عند ميكانيكي اخر قال لي عندك المشكل في الحساس ديال الهواء، مشيت نيطويت الحساس ديال الهواء بقى نفس المشكل، مشيت بدلت الحساس ديال الهواء بقى نفس المشكل، ودائما راني كندور في هاد الدوامة هادي. ويعني في هاد الفيديو هذا الإخوان أنا بغيت نوريكم إلا كان عندك المحرك ديال السيارة ديالك ناضي صحة سلام، وعندك السيارة ديالك كتستهلك سواء الديزل أو البنزين، وكتحس بأن السيارة كتعفط ليها كتكسيري، كتبغي تعطيك الباور ديالها أو الموتور ديالها كيغوت، ولكن السيارة ما كتعطيك الجهد ديالها كامل، كتحس السيارة بحال إلا مقجوجة مخبوطة. اول حاجه ملي كتمشي عند الميكانيك كتقول له بحال هذا البلان، اودي عندي السياره كتاكل ليا المازوط او كتاكل ليا ليسانس، وكنحس بالسياره شحال ما عفت في الفيتاس الصغير او الكبير، السياره بحال الا شادها شي واحد، وحتى التيراج ديالها ثقيل. اول حاجه الميكانيك كيقولها لك كيقول لك عندك الديسك ديال لومبرياج راه فيه المشكل، هو الديسك ديال لومبرياج كيدير هاد المشاكل هادو، ولكن الاستهلاك ديال الوقود وكتحس بالسياره ثقيله وما كاينش دخان كحل والى اخره. هذا بلان اخر ماشي ديال لابواط، وماشي المشكل عندك في الموتور والى اخره. كيكون عندك الديسك ديال لومبرياج مزيان، كيكون عندك لي زانجيكتور مزيانين، البومبه ديال المازوط او ديال ليسانس مزيانه، يعني الموتور صحه سلام ما فيه حتى شي مشكل. فين كيكون عندك المشكل بالضبط؟ وهذا هو البلان اللي بغيتك تعرفه، او بغيتك تعرفيها اختي، باش ما عمرك تطيحي فخ او طيح فخ لهاد الناس هادو يبقاو ينصبوا عليكم وياكلوا لكم فلوسكم، وكتبقاو تبدلوا في البياس وكيبقى عندكم نفس المشكل. هاد المشكل هذا خبيث بزاف. شنو هو اللي كيتسبب لك في الاستهلاك ديال الوقود؟ اما الديزل اما البنزين، والسياره ديالك كتحس بها مقجوجه سيرتو ملي كتكون طالع في شي عقبه. المشكل الخبيث القليل ديال الناس اللي كيكونوا عارفينه هو سيستم ديال الفريناج، يا اما سيستم ديال الفريناج ديال الامام، يا اما سيستم ديال الفريناج ديال الخلف. سواء سيستم ديال الفريناج ديال الخلف عندك الطنبور او ديال الديسك، دائما خاصك تبقى تراقبه. الا كان عندك بحال هذا، الا كان عندك بحال هذا، ها هو بحال هذا، بحال هذا، يعني سيستم ديال الفريناج كيكون ديال الطنبور ديال هادوك، كيفاش كتقولوا ليهم؟ ما عرفتش كيفاش كتقولوا لهم بالعربيه، حنايا كنقولوا ليهم
فيروضوث، هذوك الفيروضوث ملي كيخواو كتمشي كتعمرهم، ملي كتمشي كتعمرهم وقيل تفكرت كتقولوا ليهم الفيريدوات ولا الفيرودوات ولا ريدوات ولا المهم شي حاجه بحال هكا، خليوها لي في التعليق حتى انايا نعقل عليها المره اخرى. هاد الفيروضوت هادو الاخوان دايرين هكا بحال الهلال، كتحيدهم او كيحيدهم لك الميكانيك، كتمشي كتعمرهم، هذاك اللي غتمشي تعمرهم عنده ما كيكونش عارف القياس او العبار اللي محتاجاهم اللي محتاجينهم هادوك الفيروضوت، كتمشي كتعمرهم بربعه كتجيبهم كتركبهم عندك في السيستم ديال الفريناج ديالك. الميكانيك ما كيبقاش عاقل على كيفاش كيقولوا له، على الريغلاج ديال الفران ملي كتطلع وكتنزل ما كيبقاش عاقل عليه، كيركب لك الرويضه ديالك سير على الله. والمشكل باش انت ما كتعرفوش باللي راه عندك في السيستم ديال الفريناج هو انه ملي كتبقى الرويضه كدور ما كتسمعش هذيك غاط 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 غاط، ما كتسمعهاش عادي بحال الا ما عندك والو، ولكن دائما السياره كتحس بها ثقيله ومفرانيه. هذا البلان الاول. وكيكون عندك واحد البلان خبيث وبلان ثاني نفس المشكل، السيستم ديال الفريناج ديال الامام ديال الديسك وديال البلاكيت. كيفاش كيوقع هذا المشكل هذا؟ كما كنشوفوا اللاكس ديال السيستم ديال الفريناج اللي كيكون في القدام البلاكيت ومن مور البلاكيت كاين هذيك السيبوره الكبيره، هذيك السيبوره الكبيره كيكون فيها واحد السلندر، هذاك السلندر كيكون فيه واحد البيستون. ملي كتورك نتايا على البيداله ديال الفران هذاك البيستون كيتدفع بالليكيد، بداك الضغط العالي ديال الليكيد كيتدفع داك البيستون وكيخرج داك البيستون باش كيدفع البلاكيطة. ملي كيدفع البلاكيطة هذاك البيستون، هذاك البيستون ملي كيدفع البلاكيطة، البلاكيطة اللي كاينه هنا دافعها البيستون كتدفع عند الديسك، كتولي عاضه في الديسك، والبلاكيطة اللي من برا كيجرها اللاكس، ما كيدفعهاش البيستون، هادي كيدفعها البيستون وهادي كيجرها هذاك اللاكس باش كتبقى مكاليه. هنا البلان اللي كيوقع عندك شنو هو؟ كيكون عندك هذاك السلندر تصدى، وباش كيتصدى؟ لهذا الاخوان دائما كنقول لكم الليكيد ديال الفران غير دوز واحد المده ديال 6 شهور 7 شهور حيد الليكيد دير ليكيد جديد. علاش؟ هذاك الليكيد كيطلق الماء، وملي كيطلق الماء كيولي عندك السلندر والبيستون كيتصدى. هذا هو البلان اللي خاصكم تعرفوها الاخوان، اليوم على غدا اليوم على غدا اليوم على غدا كيكون تما كيفاش كنقولوا ليه حنايا يغريبا، يعني تصدى. ملي هذاك البيستون كيتصدى اليوم راه خدام داخل خارج داخل خارج، ولكن مع المده ملي كيتصدى كيبقى يخرج النص، وملي كيجي يدخل ما كيدخلش كامل، كيولي يخرج عاود اكثر من النص، ملي يجي يدخل كيدخل غير شويه ما كيوليش رجع لبلاصتو. اليوم على غدا كيولي مصدي وكيبقى عاد، وكيبقاو عندك البلاكيطات عادين ليك في الديسك، اما كتبقى عندك هاد الرويضه هادي مفرانيه، اما الرويضه ديال اليسريه مفرانيه، او كيبقاو عندك بجوج بيهم مفرانيين وما كتحسش بهذا القالب، وكتبقى السياره ديالك دائما كتستهلك ليك الوقود يا اما الديزل يا اما البنزين. والبلان الاخر اللي كتعاني منه كتبقى دائما خدام على البلاكيطات ديال القدام، دائما حيد البلاكيطات بدلهم، دائما جيب بلاكيطات جداد. وهذا البلان هذا ما كتردش ليه البال، ولهذا الاخوان كنصحكم في سبيل الله بقاو تردوا البال للسيارات ديالكم، ويعني بقاو تعلموا هكا شويه من الفيديوهات اللي كندير لكم اللي كنديروا لكم حنايا الاخوان كاملين اللي كيفهموا في هذا الدومين هذا. حنا علاش كنتقاسموا معكم هذه الفيديوهات؟ باش تستافدوا وما يبقى ينصب عليكم حتى شي واحد. كنتمنى الاخوان نكون وصلت لكم المعلومه بواحد الشكل بسيط، ونكون وصلت لكم المعلومه كافيه ووافيه، وما خبيت عليكم حتى شي حاجه. بارطاجوا المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.